wearing a soul tie, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's off, you feel it. This is Africa. Samina, mina, eh, waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sangalewa. This time for Africa. Listen to your dad. This is our motto. Your time to shine. Don't wait in line. شلبي في منتصف الملعب وبداية الهجوم، الاستلام من عبد الله الشريف. يلعب كرة على الجهة اليسرى، أيمن الخليفي نقل كرة في منتصف الملعب. أحمد شلبي وبداية الهجوم، يلعب كرة بطريقة جميلة على الجهة اليمنى. إسماعيل بنقرة ممكن يلعب كرة عرضية، يدخل منطقة الزاوية، يلعب كرة عرضية، فرصة الهدف، الهدف، هدف لصالح فريق المدينة. محمد يلعب كرة على الجهة اليمنى، ستيفان بول. يعود بالكرة بخلفية بطريقة جميلة. عبد الله الشريف ممكن يلعب كرة وراء المدافعين باتجاه محمد المقرج. يعود لستيفان بول، التسديد بعيدة. تعود الكرة مع احمد شلبي. عبد الله الشريف، ستيفان بول. تعود من معاد عبود، سالم الرواني. عبد الله الشريف. هناك لقطة الإعادة. عبد الله الشريف ومحمد الكيكيلا. متابعة من لاعبي فريق المدينة. احمد شلبي. تسديد على المرمى، تعلو العارضة بقليل. تسديد من اللاعب عبد الله الشريف. هذا هو عبد الله الشريف صاحب المحاولة الأخيرة. لقطة الإعادة، سدد الكرة والكرة تعلو العارضة بقليل ومتابعة ستيفان بول من اللمسة الأولى. محمد المقرج، إيهاب البوسيفي، تفضل الاحتفال. تعود من عبد الله الشريف بطريقة جميلة في منتصف الملعب، يتحصل على خطأ. لقطة الإعادة، لعب الكرة بطريقة جميلة اللاعب. الحكم يعطي مبدأ الإسباقية، الكرة على الجهة اليمنى. بداية الهجوم مع عماد أبو خطام. يبحث عن محمد المقرج، عماد أبو خطام. تعود لصالح فريق المدينة. حاول المساوس مرة الكرة بشكل سهل ويلعبها في يخطف الكرة بشكل عديد. اللاعب اللي دخل الملاعب الليبية عن من بوابة أولمبي الزاوية. يعيد للوراء عبد الله الشريف، اسماعيل بندورا. ثلاث مرة أخرى بالدقيقتين 24 و69 في حين ظل انجازات لهذين المدربين. محمد الخمسي اللي تالق لاعبا. الكره للاعب عبد الله الشريف، الشريف يرجع كره القلب مغربي من جديد. الذي تغيير ايضا على صعيد حراسه المرمى. والكره تعود هجمه لمصلحه المرمى. الكره كادت ان تاتي بالهدف الاول. هناك هجمة ومحاولة التوغل بهذه الكرة والتسديد والهدف الأول عن طريق اللاعب إدريس القطعاني.
اذا هدف اول عن طريق اللاعب اللي يحمل غيرها رقم 18 ادريس القطعاني. القطعاني يستقبل الكره يسدد في الجهه اليمنى لحارس المرمى. 9 دقائق ونشاهد هنا الاعاده والتسديد بالقدم اليمنى وكيف سكنت الكره في الجهه اليمنى لحارس المرمى. اذا القطعاني ياتي بالهدف الاول بعد مرور 9 دقائق من زمن هذا الشوط، وهنا الاعاده من زاويه اخرى والتسديد بالقدم اليمنى. ورغم المتابعه اللي كانت موجوده من حارس المرمى الا ان الكره ابت لن تعانق شباك معلنه عن تسجيل الهدف الاول لمصلحه المنتخب. كره صعبه على كل حال ياتي لاعبي المنتخب بعد تسجيل الهدف. كره في الجهه 6 اهداف محمد المغربي 6 اهداف. اذا المنافسه ليس مره من قبل المختلط للبحث عن هدف التعديل سواء كان من خلال التسديد او التوغل داخل منطقه الجزاء والاقتراب من منطقه وسط الملعب. تمرير الكره اخرى في اتجاه اللاعب عيسى سونغو. سونغو ينقل الكره الامام وهناك عوده المعروض فرحان سالم يغيب المساعد الحبيب مبارك الذي سافر ليكون ايضا لجنه التحكيم العامه الحكم الدولي السابق حسين العارف. كره في الجهه اليمنى لفريق المدينه بالتشكيله الكحله والبيضاء هذا ما يحب ويعرف على فريق المدينه، الفريق الذي كما قلت صاحب تاريخ وتاريخ كبير جدا. ويعوض غياب أنيس سالم الظهير الأيسر الظهير اللي شاهدناه كثيرا كثيرا. تعود لعبد الله الشريف، عبد الله الشريف محمد المقرج، المقرج يلعب الكرة باتجاه اسماعيل بنقورا او كوبي فريق وفرض على فريق المدينة استغلال الكرة. صفيرة الحكم محمد محرز ينفذ الخطأ بسرعة باتجاه محمد المقرج لم يعود وضغط اصبح يفرض ويلعب كما يريد في الدوري الليبي في الموسم قبل الماضي وصاحب الرقم القياسي كمارا يخطف التسديد وصعب الكره. ما زالت الكره خطيره لفريق المدينه عن طريق كمارا 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 والجهه اليمنى عن طريق اولي هوجس. اولي هوجس يراوغ ولا الافتكاك كره من عبد الله الشريف. هذا الدوري عبد الله الشريف عبد الله الشريف بينما محمد محرز يطلب من ثنائي من الثنائي أزهر النعاس وأسامة عبد السلام العودة. يلعب الكرة رأسية ولا الخروج لحارس المرمى تلعب الكرة هدف لفريق المدينة عن طريق محمد المبرد. عبد الحفيظ وسط جدار مكون من 4 لاعبين في وسط الملعب من لاعبي فريق كوبينا. كوبينا يلعب الكرة باتجاه عبد الله الشريف، عبد الله الشريف فرصة لفريق المدينة، عبد الله الشريف يراوغ، عبد الله الشريف يمر، عبد الله الشريف والهدف الثالث لفريق المدينة. فريق المدينة يتمكن من تسجيل الهدف الثالث عن طريق عبد الله الشريف. عبد الله الشريف في هجوم خطير سريع كان فيها التركيز من لاعبي فريق المدينة وتنتهي في شوف الإعادة، شوف المرور من عبد الله الشريف وهشام الحمر لم حقيقة صعوبة كبيرة كان من الصعب إيقاف عبد الله الشريف في هذه الوضعية. عبد الله الشريف كان وجه لوجه مع حارس المرمى وليد الدهوم. كورة صعبة وليد الدهوم كان غطى الجهة اليمنى لكن من الصعب. مسابقة قيمت على مستوى الجماهيرية موسم 70-71 كانت قيمة الملعب 28 مارس وانتهى اللقاء بالتعادل بهدف لهدف. الشريف يغير كرة للواد يلعب كرة مباشرة ولكن في اتجاه صلاح الفيتوري مصلحة فريق المدينة. الآن نصر مفتاح فتح اللعب بشكل ممتاز في الجهة اليسرى انطلاقة من اللجنة الفرعية بنغازي وهو شوف أو باص شوف ترجع لمصلحة فريق المدينة داخل منطقة 18 يارد وهدف هدف التقدم مرة أخرى وهذه المرة بالفعل لاعب من فريق النصر. شوف الإعادة شوف الإعادة وشوف النقلة النقلة كانت أكثر من رائعة ما بين عبد الله الشريف اللي مرر الأولى ثم تمريرة من نيفوس عونة. عبد الله الشريف يتوغل يسدد كرة مباشرة لاعب رقم 8 يمرر الكرة في المرة الأولى. شوف الانطلاقة شوف انطلاقة اللاعب رقم 26 اللي هو نيفوس عونة وتمرير كرة داخل منطقة 18 ياردة يعني هدف مصلحة فريق النصر. محاولة التسديد من بكر سلم كرة للعبيدي حاول يمر
وتدخل. تعود الكرة بضربة راس في وسط الملعب. تمشي الكرة لعبد الله الشريف. عبد الله يضغط على الهلال، فريق الهلال. عبد الله الشريف وايده. نمشي لعبد الله الشريف، مرور ممتاز ولا انطلاقه اتقال، يبحث عن زميل ساندا، يجد عبد الله الشريف ينقلها بضربه راس. تمشي لي كمال حسان صار ينقلها للامام. حاله تسلل، لا ما زالت الكره. تمشي لي عبد الله الشريف، يتدخل عمرو ديوب في الدرجه الاولى. سعيد ديبول، سعيد يسلمها ناحيه عبد الله الشريف يلعبها بالهول. هنا عبد الله الشريف لعب الكره اسماعيل بانجورا. اسماعيل ينقل الامام ناحيه الشريف، ناحيه عبد الله الشريف. طب اللي كمان سنسان عبد الله الشريف ينقلها بشكل حلو في الناحيه اليمنى ناحيه الثلاثه اريك لوان. تحمي مبارك، تمشي الكره لمتعه فريق المدينه والانطلاقه تاتي من الناحيه اليسرى. ممكن 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 جديد لاحظ المرور كيف هيا للكره. سعيد ديبون تركها لاريك لوان سددها من الملعب. تمشي الكره مره اخرى والانطلاقه فيش تسلل. طب حلو تمشي كرة محاولة تاني بشكل حلو من اللعب. هو عبد الله الشريف تعود لعبد الله الشريف. عبد الله يتحول لجانبه بمحاولة للمرور. خليفه براس في نص الميدان. عبد الله الشريف الان في اتجاه يلعب كره في اتجاه عبد الله الشريف. عبد الله الشريف مر كره من جديد ناحيه عبد الله الشريف. اريك نوال عبد الله الشريف من جديد. قناه لفريق المدينه يحاول من خلال رد الفعل ايفوسا اونا. عبد الله الشريف ايفوسا شريف شريف مر من لاعب. عبد الله الشريف يلعب كره في اتجاه منصور مفتاح. تعود لعبد الله الشريف، نور الاسلام يتدخل. تعود جانب يوادي اعاده اللقطه الماضيه. تابع كره اللعب عبد الله الشريف ونقل وضع اللعب كاميرا سنستر. ادم سعيد تعود الكره من جديد لعبد الله الشريف. عبد الله الشريف ايفوسا يجب ان تكون بعيده بعض الشيء، لكن كره عبد الله الشريف لاعب جيد. وعبد الله الشريف يلعب كره. عبد الله الشريف هذا هدف التعادل لعبد الله الشريف. مباشره تذهب الى السباق وتعانق السباق والفرحة مع المدرب المساعد ناصر بن حاج. اذا عبد الله الشريف في 19 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني. اريك نوار عبد الله الشريف مباشرة في حلقة المباراة البعيدة على الجهة الجانبية طلعت لمنصور وزبرت وزيران يلعب كرة. تعود مرة أخرى عن طريق عبد الله الشريف. اسماعيل بنجورا عبد الله الشريف الى عماد مخطط. معاذ عبود منصور مفتاح يسلم مجال يسمع. منصور مفتاح يلعب كره بالعمق يحاول يعود كره من جديد لمسح فريق المدينه. فرصه فرصه لحيث الرواني لعبد الله الشريف سكاك الكره. عبد الله الشريف والتيجاني مجال ينطلق. فرصه لا فرصه كريمه. كل العام وانت بخير والى راعي الرياضه الليبيه والى كل احباء الرياضه الى كل الاسر الرياضيه في ربوع الجزئيه في منتصف الملعب. تعود مره اخرى حوالى قائمة لمصلحة منتخبنا الوطني للانطلاق.
عبد الله اللاعب يمر في عبد الله الشريف فرصه تسديد تسديده كره من اللاعب عبد الله الشريف تسديد عن طريق احمد سعد لحظ الكره ولحظ الاعاده الى الشريف ابراهيم الحاسي عبد الله الشريف ابراهيم تعاود تفتك الكره في منتصف الميدان ولكن يغطي من جديد عبد الله الشريف الكره براسية عبد العزيز بريش تعود الكره لمصلحه فريقنا او منتخبنا الوطني لكره القدم جمال عبد حاول التمرير كان كويس الكره عبد الله الشريف ينظر هي الكره احمد سعد هي الكره لكن التسديد المراوغه تلعب لي عبد الله الشريف الان عبد الله احمد سعد الان عبد الله الشريف هذا هو اللاعب اللي امامنا في الصوره فرصه الان للمنتخب النيجر وتعود بتغطيه رائعه من اللاعب عبد الله الشريف يضع الكره في الركنيه او الركنيه لمنتخب النيجر لايمن زايد تعود مره اخرى عبد العزيز او احمد سعد في اتجاه من هذه الكره ايمن زايد يبحث عن مساند يرجع الكره عبد الله الشريف يلعب الكره بالعرض من يقابل الفتاني يلعب كره لعبد الله الشريف كره بالعرض بس للفزاني طبعا بالتاكيد يتهر يعود ويغطي الكره لكاد ان تكون لمنتخبنا الوطني احمد سعد الان عبد الله الشريف عبد الله الشريف لمحمد احمد سعد تعود الكره من جديد لمصلحه منتخبنا الوطني عن طريق عبد الله الشريف اسامه الفزاني عبد الله الشريف يلعب كره بالعرض في طرابلس عبد العزيز بريش يلعب كره في اتجاه عبد الله الشريف الان عبد الله الشريف عبد الله الشريف تعود كره الخلف حكم يعطي التصفيق لمصلحه منتخبنا الوطني عبد الله الشريف ياخذ مكانه بالجهه اليمنى